لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. لن تصدق كيف أصبح أفضل مسلسل باب الحارة بعد مرور 17 عام على المسلسل باب الحارة. مسلسل دراما اجتماعية شامية سوري يعد من أبرز المسلسلات العربية تدور أحداثه ابتداء من عشرينات القرن العشرين، وانتج الجزء الأول عام 2006 والجزء الثاني عام 2007 والجزء الثالث عام 2008 والجزء الرابع عام 2009 والجزء الخامس عام 2010، وهو من إخراج باسم الملا. تكررت فكرة تصوير أجزاء مرة أخرى بعد انقطاع دام 4 سنوات، فعاد المسلسل مرة أخرى إلى الشاشة في رمضان 2014 في الجزء الثالث، في رمضان 2015 في الجزء السابع من إخراج عزام فوق العادة، وفي رمضان 2016 في جزءه الثامن، في رمضان 2017 في جزءه التاسع من إخراج ناجي طعمي، في جزءه العاشر من إخراج محمد زهير ريب. كتب الجزء الأول وكتب الجزئين الرابع والخامس منفرد، أما الثالث والسابع فكتبهما عثمان جحا وسليمان عبد العزيز، أما الجزء الثامن والتاسع فكتبهما سليمان عبد العزيز منفردا، أما في جزءه العاشر عهد مروان قاووك العمل وكتبه منفردا. يسلط المسلسل الضوء على الحياة الدمشقية والقيم النبيلة والعادات والتقاليد القديمة متمثلة في أهالي حارة الضبع. صورت الأجزاء الخمسة في القرية الشامية في ريف دمشق، بينما صورت الأجزاء السادس والسابع والثامن والتاسع في حارة مشابهة تماما للحارة الأصلية، ثم بناءها في منطقة يعفور بريف دمشق. أما الجزء العاشر وبعد انتقال أهالي حارة الضبع إلى حارة الصالحية صورة في مدينة الرحبة في دمشق دير علي. أما جميع المشاهد الداخلية فقد صورت في بيوت دمشق القديمة. الشخصيات والأماكن: حارة الضبع وزعيمها أبو صالح، حارة أبو النار وزعيمها أبو النار، حارة المأوى وزعيمها أبو صياح، حارة صالحية وزعيمها أبو عزام. تم تغيير وتخييم والاستثناء والاستبدال العديد من شخصيات الممثلين في المسلسل، وذلك بسبب وفاة بعض الشخصيات الهامة واستبدال بعض الممثلين وممثلين آخرين. فمن الشخصيات التي انتهت بالوفاة والاختفاء: أبو خاطر موت في الجزء السادس، أبو بشير موت في الجزء السادس، أم إبراهيم موت في الجزء السادس، أبو محمود أيضا مات في الجزء السادس، فياض قتله علي يد الواوي في الجزء السادس، الواوي قتله على يد معتز في نهاية الجزء السادس، نادية موته بسبب مرض السلي في بداية الجزء السابع، حناء امرأة الحكيم موسى اليهودي توفيت في الجزء السابع. كما تم استبدال بعض الممثلين وممثلين آخرين لأداء نفس الشخصية، مثل شخصية فوزية التي أدتها في الجزئين الأول والثاني ليلى سمور، بينما أدتها ببقية الأجزاء شكران مرتجى. معتز الذي أكمل دور مصطفى سعد الدين في الجزء الثامن والتاسع بعد أن أداء وائل شرف الأجزاء السبعة. ظهرت الفنانة منى واصف المسلسل من خلال شخصيتين مختلفتين، هم الساحرة وأم عبدالله في الجزء الثاني وأم يوسف في الجزئين الرابع والخامس. أدت نوار بلبل دور الزابق في الجزء الأول ودور يوسف في الجزء الرابع. أدى سعيد عبد السلام دور جار في الأول وجد زهرة في الجزء الرابع. أدت قمر النجار دور حسينة في الجزء الخامس وريحانة في الجزء التاسع. أدى إبراهيم كيكي دور صالح في الجزء الأول ووحدة السوار في الجزء الرابع. قصة المسلسل: يبدأ العمل بالتعريف إلى شخصية الأدعى شاري، وهو رجل شرس له ماضي سيء، وأهل حارة الضبع يعرفون ماضيه وأنه كان لصا في الماضي، لكن الزعيم أبو صالح أحسن إليه بعض المال فاشترى الأدعى شاري وأصبح يبيع المخلل، لكنه يسرق قطعا ذهبية من منزل أبو إبراهيم. وعند هروبه يفاجئ بحرس الحارة أبو سمعه الذي تعرف عليه، فيقوم الأدعى شاري بقتله وسحبه للحوش الملاصق لبيته ويدفنه فيه مع صورة النقود الذهبية التي سرقها. ويخرج الأدعى شاري من الحارة مع أولاده وعائلته إلى حارة أبو النار الذي يستقبله ويؤمن له مسكنا. ترافق تلك الأحداث منذ بداية الدخول إلى منزل حكيم أبو عصام للتعرف على زوجته سعاد وعلاقتها مع فريال وأسباب خلافهما، والدخول أيضا إلى منزل أبو خاطر والتعرف إلى بيته ولابنته زهرة الخرصاء والبكماء الشديدة الشفافية والرومانسية التي تستطيع أن تفهم كل ما يقال من قراءة شفة الآخرين. ونتعرف إلى أم زكي الداية التي تدخل بيوت الحارة كلها، وأيضا نكشف شخصية أبو جودة رئيس المخ
أخبر معاونيه نوري والذي يعمل لمنافعة شخصية فقط. نتعرف أيضا إلى أجواء مكة الحارة والرواية أبو عادل، حيث أنه نزل أجزاء كثيرة من مسلسل باب الحارة بسبب إعجاب كثير من كل الوطن العربي، حيث ذاع المسلسل في كل الدول العربية بسبب إعجاب الكثير منه، فتم عمل له 9 أجزاء. وأيضا قام في هذه الأيام بعمل الجزء 10 و11، حيث عند سؤال المخرج عن الأجزاء الباقية حيث قال إنه لم يتم التواصل مع محطة المسلسل لعمل أجزاء أخرى، حيث قال إنه من الممكن في الأيام القادمة عمل أجزاء قادمة ولكن بموافقة المحطة، حيث عرض المواسم 13 موسم وعرض الحلقات 369 حلقة، مدة الحلقة إلى 40 إلى 46 دقيقة. شارة البداية عدنان الحلاق، شارة النهاية أيضا عدنان الحلاق. المنتج بسام الملا ومحمد كومبوت، كاميرا HD والمنتج ميليسون، ويزاع على الكثير من القنوات، حيث المسلسل بتأليف مروان قاووب وكمال مرة وإخراج محمد زهير ريب وسام الملا، بطولة سامر المصري، عباس النوري، صباح الجزائري، ميلاد يوسف، نجاح سفكوني، وائل شرف، وهدى شعراوي، ومصطفى الخاني. حيث انه انتشرت صور لكل الممثلين في مسلسل باب الحارة بعد الكبر في السن، حيث وصفهم الجميع انهم لم يتغيروا كثيرا، الا السن فقط هو الحاجز الوحيد للتغيير فيهما. أخطاء مسلسل باب الحارة مستمرة. الشيخ فهمي يموت ثم يحيا بشخصية أخرى بعد كثير من الانتقادات التي تعرضت لها الأجزاء الأخيرة من سلسلة باب الحارة، قرر القائمون عليها هذا العام أن يرتكز نجاح الجزء الثامن على الأخطاء الإخراجية. فبعد ظهور الممثل محمد الشماط أبو مرزوق في الحلقة السادسة من الجزء السابع في عزاء نادية، على الرغم من اختفائه في الجزء السادس، أشرك المخرج الفنان عبد الهادي الصباغ في هذا الجزء الذي أدى دور الشيخ الضرير فهمي، وهو الذي قتل في الجزء السادس على يد الواوي. وظهر الفنان عبد الهادي في الحلقة الثانية من الموسم الجديد بشخصية أبو حازم صاحب القهوة في حارة، الأمر الذي اعتبره غير مبرر وصنف خطأ مهنيا ارتكبه المخرج. وما هي إلا دقائق حتى اشتعلت به موقع التواصل الاجتماعي بعشرات التعليقات الساخرة والمتهكمة من هذا الخطأ، ورصد رواد تويتر خطأ آخر ارتكبه أبو حازم عندما سأله الدركي عن اسمه فقال له أبو حازم. ومن التعليقات قال احمد الدوسري: باب الحارة يميتون ويسرون ويرجعونهم مثل ابو حازم والضابط الفرنسي قتلوه باب الحارة. في مقال اخر: اول اخطاء عن باب الحارة ابو حازم، يوم سأله الدركي مين انت؟ قال له انا ابو حاتم صاحب القهوة. بداية الحلقة قال ابو حاتم بالحج، وتناقل رواد موقع التواصل الاجتماعي صورة ابو عصام في الجزء الماضي مرتديا سروال جينز تحت جلابيته خلال المعركة بين اهالي حارة الضبع شباب حارة اليهود الذين اقتحموا الحارة مطالبين باسترداده سارة حبيبة معتز. وتبدأ أحداث هذا الجزء بورود أخبار حدوث فيضان مع الحجاج في مكة وتضرر في دمشق، فضلا عن مشهد ضرب دلال المبرع على يد زوجها سمعه الذي يصبح متطرفا في ظل أجواء سياسية محترمة من السوريين والاحتلال الفرنسي، وهم كتابة سليمان عبد العزيز وإخراج ماجد محمود كبراوي. ما زال العمل الجماهيري باب الحارة يصر على الاستخفاف بعقل المشاهدين حسب الرأي الأول للنقاد والمشاهدين، وذلك من خلال أخطاء كارثية تكاد تعلن العمل بشكل مؤكد أنه أصبح تجاريا وبعيدا عن عمل الدراما المعتاد. ففي هذا الجزء يغيب عرض اليوم عنه، حيث استبدلوا آخرين كالفنان وائل أشرف الذي استعيد عنه بالفنان مصطفى سعد الدين، الذي أجمع الكثيرون إنه لا يليق بشخصية العقيد معتز وشخصية بشير التي أصبحت للفنان جوان الخضر، الذي نقل الشخصية من شخصية شاب من شباب الحارة تصبح بطابع العكيد. أما شخصية لطيفة